بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكافة المشاركين في هذا اللقاء وفي هذا الشهر الفضيل المبارك. اخترنا عنوان علمي نجتمع تحته هو المساقات التاريخية في الدراسات الجامعية، وهدفنا هو تنشيط الفكر والحفظ، فضلا عن أنه يمكن أن نقدم تعريف بالمؤسسات الشريكة المتعاونة في هذه الندوة، وهي أيضا أصبحت شريكة في خطط ونشاطات كبيرة وطموحة، وأقصد بهذه المؤسسات المشاركة الاتحاد الدولي للموظفين وجامعة سليمان الدولية وأيضا جامعة الحسين محمد بن عبد الله في المغرب. لذلك أقول أن الاتحاد الدولي للمؤرخين تمكن أن يؤكد حضوره الطاقم بين المؤسسات والاتحادات العلمية العالمية، وقدم خلال السنوات الأربعة من عمره حصيلة كبيرة من الأنشطة، سواء كانت مؤتمرات أو ندوات علمية تميزت بسعه المشاركه ودقه التنظيم. رافقت هذه المؤتمرات لقاءات اتسمت بطابع العلم والمعرفه والتقارب والحوار بين مفكري وعلماء هذه الامه ومن مختلف دول العالم، فضلا عن حجم الاصدارات او الاصدار العلمي او الاصدارات العلميه التي صدرت عن هذه المؤتمرات كوقائع ومجلدات فكر ومعرفه. وقد حظيت موضوعات الفكر التاريخي بمساحة كبيرة من الاهتمام. زيادة على ذلك، فإن الاتحاد الدولي للمؤرخين حظي بثقة وقبول شريحة واسعة من المفكرين والعلماء على امتداد ساحة الوطن العربي والعالم، ويضم اليوم أكثر من 700 عضو من 35 دولة عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية. وعلى العموم، فإن الشراكات التي تمكن الاتحاد الدولي للمؤرخين من بنائها تعد واحدة من أهم النجاحات. فالشراكة مع جامعة سليمان الدولية القائمة على هذه الندوة، فضلاً عن العلاقة الاستراتيجية التي امتدت مع عمر الاتحاد خلال السنوات الأربعة الماضية مع جامعة السيد محمد بن عبد الله المغرب، فقد أسهمت في تقديم حصيلة تاريخية إيجابية من العلم والمعرفة، ولا تزال آفاق واسعة أمامنا من خطط ومشاريع كبيرة. إذ أن مؤتمر التاريخ حقيبة العلوم الذي تم تأجيله، وهو أيضا بالشراكة مع المؤسستين، تم تأجيله بسبب الوباء، ينتظرنا أيضا المؤتمر الدولي الافتراضي يوم 10 الشهر القادم من حزيران، وأيضا هذا المؤتمر حظي بمشاركة واسعة، وهو يعقد تحت عنوان الأمراض والأوبئة عبر التاريخ. فضلا عن المؤتمر الدولي الافتراضي عن أهمية ودور التعلم عن بعد في ظل الأزمات والأمراض والحالات الاستثنائية التي يمر بها العالم، ولا تزال الفرصة واسعة أمامنا لنجعل من عام 2020 عام عطاء وإبداع بدلاً من عام أزمات وأوبئة وأمراض. الآن أترك الفرصة للحديث عن موضوع الندوة والتفكير بطريقة لتوسيع الفهم والحوار بشأن المساقات التاريخية في الدراسات الجامعية. أترك هذه الفرصة للدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية على أن يتبق ذلك الحديث. يقدم السيد رئيس الجامعة تعريفا بسيطا عن الجامعة وآليات عملها وكلياتها. فليتفضل الدكتور مصعب الجمل.